والله احنا بدينا زمان، ماهيش حاجه جديده، كان يقولوا عندها سنين وسنين، عندها سنين وسنين. منين بدينا في كيما يقولوا في الميدان نتاع الفن، وحنا كيما يقولوا في الصحراء ما عندناش كيفاش نتعلموا صولفاج ولا نتعلموا حاجه. كيما يقولوا اسسنا واخترعنا ستيل سميناها احنا بلوز ديزيان، تما وين اسسنا الفرقه، اسسناها على اساس اسم جروب امزال، اسسناها خاطر نحبوا الاله هذه بزاف، ما لناش حابين الاله هذه تندثر زعما مع الحوايج، لان هذه الاله اول اله عزفت عند الطوارئ. هذه الاله ديجا الناس اللي بداوا بها، ديجا حنا ما لقيناش قدامنا ماشي غير هذه الاله. حنا نحبوا البلوز بزاف، طبيعتنا حنا نتاع الصحراء نحبوا البلوز بزاف والموسيقى نتاع البلوز، زعما ونحبوا كاع كيما يقولوا الفنون كاع نبغوهم، ولكن احنا اخترنا هذه الاله لان هذه الاله تعبر لنا على كيما يقولوا متناسقه مع واش رانا نقولوا واش رانا نلحنوا، وسهلت علينا بزاف الخدمه. الجروب نتاعنا فيها كيما يقولوا لي ميزيسيان، فيها سانك ياك، كاين انا اللي هو جيتاريست ونغني، كاين معايا دوزيام جيتاريست اللي هو منير، وكاين فارس يخدم جنبي كاليباس، وكاين معايا مسعود اللي هو بازيست نتاع الجروب، وكاين الباتير تاعي معايا. أغنية الترقية طبعا وصلوها لجروب واحدين قدامنا اللي هو مع جروب تيناريوين، حتى جابوا بها الجرامي في مهرجان كان في أمريكا، وحنا رانا ماشيين في نفس المسار. حنا الهدف نتاعنا نوصلوها للعالم كاع، للعالمية للموسيقى اللي فلاصينا، ومشينا بزاف لدول العالم وعرفنا بزاف صوالح، وإن شاء الله توصل الأغنية.